ويتعرض الجيل لفتنة الشهوات التي تريد ان تحرقه بنارها وأوارها ولهيبها. فلقد اجلب على هذا الجيل من فتن المغريات والملذات والشهوات والمعاصي والآثام والإباحية ما لا يصمد أمامها إلا صديق ابن صديق. إن جيلنا يتعرض لفتنة خطيرة في أخلاقه، في قيمه، في عفته، في فضيلته، في ثوابته، في مبادئه. إن الجيل يتعرض لفتنة خطيرة، فتنة مدمرة اشتعلت نارها وعلى أوارها وبدأت تحرق الأخضر واليابس، وفرق الإطفاء إما معدومة أو نائمة لا دخل لها في شيء، وفرق الإطفاء هم حملة هذا الدين ودعاته والمؤتمنين على الدفاع عنه ورد الهجمة عنه وعن أبنائه. لكنهم يغطون في نوم عميق، أو يدورون في فلك المصالح الشخصية، أو يبحثون عن المكاسب الدنيوية، أو يحرصون على ما هم فيه من لعاعة الدنيا ومتاعها وزخرفها، ولا شأن لهم في كل ما يجري. هذا الجيل يتعرض لفتنة بريق المال، ولقد لاحت أعلام المال هنا وهناك تنادي هذا الجيل أن هلم، فلا قيمة لك إلا بالدرهم والدينار. فالإنسان محترم بالمال ومقدر بالمال، وينال الوجاهة بالمال والمنصب بالمال والمكاسب بالمال. وإن كنت تملك قرشا تساوي قرشا، وإن لم تكن تملك قرشا لا تساوي شيء. بدأت فتنة المال وبريقه تجتذب إليها جموع شبابنا المسلم وفتياتنا المسلمات، فهم ينامون ويستيقظون على الأحلام المجنحة التي تجعلهم يعيشون في أجواء من الطموح إلى الغنى السريع والطمع بالثراء الفاحش بأقصر السبل وأيسرها، دون أن يبالي الجيل أمن حلال أم من حرام، أمن ربا أم من غيره. المهم كيف يحصل على هذا المال. ترى أفرادا كثر من أبناء المسلمين يخربون بيوتنا بأيديهم وأيدي أعدائنا من خلال نشر الفاحشة في الذين آمنوا، من خلال بيع المواد الإباحية جهارا نهارا في أسواقنا وشوارعنا، من خلال التشجيع على ارتياد أماكن العهر والفجور والفسوق التي افتتحت أبوابها علنا تحاد الله ورسوله، ونطلب بعد ذلك النصر من الله. وأن يأتينا النصر أيها السادة. نرى جيلا كاملا يسعى وراء لهاث المادة، ويبغي المال بأي طريق. فيمكن أن يتاجر بالمخدرات أو بالإباحية أو بالدعارة أو بالفجور أو بأي شيء يخطر على البال. المهم أن يجنى المال. جيل كهذا لا أقول مهدد، بل جيل كهذا أقول مهدد لأمته التي تركته ينحرف هذا الانحراف وينجرف هذا الانجراف، ويصل إلى هذا المستوى المتدني من اللا دينية واللا أخلاقية واللا انتماء إلى دين ووطن وأرض وعرض، وانقطع بالكلية
عن قضيته وجراحه وأمته، وصار خنجرا مسموما يطعن خاصرة الأمة ومن الداخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.